الو الو لامار، ويني؟ اتصلت على الشركه قالوا لي ظهرتي. يا حبيبي هلا طلعت. وين رايحه؟ رايحه على البيت شوي لانه تعبانه وحاسه حالي بدي ارتاح. بك شيء؟ بطلب لك دكتور؟ لا لا حبيبي ما في لزوم. طيب انا رح انزل على البيت مشان اشوفك. حبيبي عن جد ما في لزوم، ما بدي اعذبك. مش مشكلة، اصلا انا لازم اشوفك لانه في موضوع حب احكيك فيه. الو لامار، ويني؟ ايه حبيبي انا هون، يلا يلا على الطريق جاي انا. طيب انا انتبهي، اوكي؟ ما تأخر. باي. أنا رايحة على البيت، حاسة إنه ناطرني الموت. شو ما صار خليك بعيد، ما بدنا فضيحة. ليه ما عم تشرب؟ من جهة بالي كلها كاس ولو اشرب؟ عن جد جهات ماني قادرة. رجيم شو؟ أحمر أطيب من الأبيض. من شو كنتي تعبانة؟ ما بعرف، عندي وجع راس وهيك دوخة، يمكن قاشت ضغطي. الملح بيعلي الضغط. طيب انا شو ناطرة؟ جربت حبه بس ما قدرت، خلص قلبي منه لإلك. ليه متطلق؟ شو عم تضحكي على حالك؟ ليه فيك تطلقي؟ ايه بطلق. شو فيها؟ واهلك؟ بيك رح يخليك تطلقي؟ وبعدين كيف بدي اترك كل هالعز والجاه كرمال روح اركض ورا حدا كبني؟ وجهاد رح يقبل يطلقني هيك؟ شو بدي اقول له؟ طلقني، انا بحب جوز اختك. عم تحكي رنا؟ سوري جهاد ماني مركزه معك، راسي كثير عم بجعني. كلي يمكن على الجوع.